يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية لمتابعة مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع أيضاً المشروعات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الصيني خلال زيارة الرئيس الصيني تشي جين إلى القاهرة. شاركت مصر لأول مرة في اجتماعات مجموعة دول العشرين والتي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين. وكشف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر مدعوة للمشاركة في اجتماعات مجموعة دول العشرين كضيف شرف الرئاسة الصينية للمجموعة خلال عام 2016. وجاء ذلك تقديراً لثقل مصر الإقليمي والدولي، كما عكست قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتي توجت مؤخراً بالزيارة الناجحة للرئيس الصيني لمصر.